ايوه اتفضلوا. اتفضلوا تاكلوا بيت بالبسطرمه؟ لا متشكري. طب اتفضلوا في الاوضه دي، ثواني هدفع البيض. السلام عليكم. تفضل يا حاج. ايه الاسماء يا استاذه؟ استنى لما يخلص عد وهقول لك تفاصيل مع ميدو. انا عايزه اسمي يبقى ليلى راضي السيد والعيال شريف وملك. ماما انا بحب ياسين. وانا كمان بقول لك خلي العيال ياسين وفرح كده يا بابا. 70,200. ايه ليه؟ انت قلت لي كل اللي مطلوب 70,000. كل 70 لو بلاستيكايه، انما بطاقه بطاقه كلام تاني. يعني ايه؟ قصده حضرتك لو عايزه زي دي بعد التصوير بتستلميها في خلال يومين. ومش انا اخد جنيه زياده. ينفع اقدم بديل العيال في المدارس؟ لا طبعا، دي تاجري بيها عربيه، تشتري بيها خط تليفون. اي مصلحه حكوميه كلابوش. انا عايزه البطاقه اللي هي بجد، بس كتير عليا قوي المبلغ ده يا عم شعبان. ما هو كتير عشان انت طالبه لبن العصفور، واحدة ميتة جديد وتكون أرملة ويكون عندها عيلين وكمان ولد وبنت، حوار كبير. طب ينفع تاخد المبلغ ده والباقي أبقى أجيبه لك بعدين؟ حاضر، أسأل صاحب البطاقة. هو أنت في مدرسة إيه؟ لا أنا مش في مدرسة، أنا في كلية. جامعة إيه؟ حاسبات. يا ست محترمة، معرفة من زمان. حاضر، هسألها. الباقي امتى؟ مش عارفة. نقسم الباقي على ثلاثة، وكل أسبوعين دفعة؟ طب معلش، نقسم الباقي على ثلاثة، وكل ثلاث أسابيع دفعة. لا مش هعرف. خلاص، اتفقنا. كده كمان مش هعرف يا عم شعبان. دي آخر حاجة وصلت لها معاه، هتتصوري ولا إيه؟ حاضر هتصور. حاضر. على مال لا الضحكة عشان صورة البطاقة تطلع حلوة. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.